من الأطفال حاملي المشاريع ذات العلاقة بحقوق الطفل. روبورتاج المختار النيابي وعبد الفتاح الزوين. تجشمت مريم عناء السفر من مدينة بنغرير إلى الرباط من أجل تقديم ترشيحها لولوج برلمان الطفل. مريم ورفاقها في الدراسة وعون بأهمية هذه المؤسسة لإيصال صوتهم للمسؤولين، من أجل ذلك هي منكبة على إعداد مشروع متكامل للنهوض بوضعية الفتاة في العالم القروي. أنا جيت هنا باش نكون طفلة برلمانية باش ندافع على المشروع ديالي. المشروع ديالي هو من أجل تعزيز وضعية الفتاة، واختاريت هذا المشروع لأن نظرا للمعاناة اللي تتعانيها، وهي تمثل نصف المجتمع، فإذا تقدم المجتمع ككل. في المرصد الوطني لحقوق الطفل مقر البرلمان لجنة انتقاء مكونة من قدماء برلمان الطفل يقومون باختيار المشاريع المقترحة من بين المعايير التميز والقابلية للإنجاز. المعايير هي خصو يكون التلميذ عنده اقل من 16 سنة، خصو يكون عنده المشروع ديالو زعما اكزيكوتابل، وباش كيتم اختيار المشاريع كتكون لجنة متخصصة كاينين فيها اصحاب قدماء برلمان الطفل، ولجنة متخصصة هم اللي كيختاروا 90 مشروع جديد باش يمكن هذا الطفل باش يولي برلماني. برلمان الطفل يتكون من 305 أعضاء تم انتقاؤهم تبعا لتفوقهم الدراسي. الآن ستتم إضافة 90 آخرين حسب المشاريع التي سيقدمونها. من المخاطر التي تهدد الأطفال